السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على تطورات جديدة بشأن قضية مزراوي مع البايرن ميونخ، يعني لعاب وين شاهدنا وين محامي الماني وين يبرئ مزراوي بعد الأزمة التضامنية مع فلسطين ويكشف تطورات جديدة، وين يخوض مزراوي نجم المنتخب المغرب مباحثات مع إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني حول مناصرته لقضية فلسطين من خلال منشور نشره على حساباته في موقع التواصل الاجتماعي في ظل الحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة وآخرها يعني مجزرة المستشفى التي قام بها وأدت إلى استشهاد أكثر من 500 فلسطيني في أقل يعني في أثقل حصيلة يعني متواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر. الله يرحم المساكين. رغم أن مزراوي أحد نجوم المنتخب الأسود الأطلس في البطولة كأس العالم بقطر 2022، كان قد رد بأن موقفه ثابت وسينتصر دوما للسلام والإسلام والعدالة في هذا العالم. يعني هذا مزراوي ما يشغي اليوم، مزراوي مي كان في بلجيك وقيلا ولا لا هولندا فانيك ناضولو كيما هاكا ودارو لكن لم يبالي وزاد راه البايرن ميونخ. هادو نورمال عادي، ما عندهمش اشكال، هادو كاين اللي ما عندوش اشكال، كاين اللي عنده اشكال، كاين اللي يتنازل، كاين اللي ما يتنازلش. هذه هي شاهدنا وين كيسموه بنزيما وين يقاضي رئيس يعني وزير وسياسيين، قانون يحميك، أين هي حرية التعبير؟ وين حقوق الإنسان؟ هنا راني نهدر على عطال، عندك كاع الحقوق وعندك دراهم باش دير أفوكا ودير ودافع على روحك، ما يهفكش تايا واحد السليب تاعو مخنز، ما يهفكش ما يغلطكش، حذاري. هذه وفي تطور مفاجئ لهذه القضية كشف محامي الألماني بولي في تصريح لموقع واتسون الألمانية يوم الأربعاء على أن نادي بايرن ميونخ الألماني لا يحق له توقيف أو تغريم اللاعب المغربي مزراوي لمجرد تعبير عن رأيه حول ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات يومية من قبل يعني الاحتلال. وأضاف قائلا اللاعب كرة قدم مثل أي موظف أو عامل بسيط في ألمانيا يتمتع بحقوقه كاملة مثل حرية التعبير وليس على مشغل سواء كان نادي أو مؤسسة حكومية أو قطاع خاص أن يؤثر على آرائه ولا سيما خارج الأوقات العمل. شدد هذا المحامي على صورة يعني احترام قناعة اللاعب المغربي وحقه في التعبير عن آرائه بكل حرية، وتابع في إطار نفسه لا يحق لبايرن ميونخ توقيف مزراوي أو طرده من النادي لمجرد دفاعه عن مبادئه أو العقوبة يعني عقوبات تصدر في حق يعني تتنافى في حقه تتنافى مع القوانين المعمول بها في ألمانيا طالما يعني ليس لها أي سند قانوني. والجديد بالذكر يعني وين نقولوا بلي الجديد بالذكر وين أن عدد من المنابر الإعلامية الألمانية ساعدت إلى الضغط على بايرن ميونخ من أجل اتخاذ قرار بطرد اللاعب المغربي المزراوي بعدما عبر عن تضامنه المطلق حول ما يتعرض له الشعب الفلسطيني. شو كيفاش؟ بصح ما تنازلش هو، ما عطاش اعتذار، ما قالش راني خاطئ، خلاها. شو كيفاش؟ هذه هي. وكشفت صحيفة البلاد الألمانية أن مزراوي أجرى بالفعل اجتماع مع إدارة النادي مساء يوم الأربعاء مباشرة بعد
عودته من المغرب وتبعت يعني ظهير أيمن للفريق تحدث بشكل جيد مع الإدارة في الساعات الأخيرة حيث عمل مسؤولي الفريق على شرح موقفهم من هذا الجدال القائم مؤكد أنه في وقت الحالي لم يتخذ النادي أي قرار بشأن عقوبة محتملة وختمت لكن من الواضح أن مشجعين النادي يطلبون بعقوبة مشددة القانون يقف بجانب مزراوي في سياق ذو صلة قال المحامي الرياضي الألماني أن بايرن ميونخ لا يملك حق توقيف أو تغريم مزراوي بسبب تصريحات أو تدوينات على صفحته بمنصة التواصل الاجتماعي يعني وأكدت يعني الصحيفة واتسون الألمانية أن اللاعب كرة قدم يعني له كل الحرية يعني بعدما وسعت الصحافة الألمانية خلال يومين إلى تأثير في موقف بايرن ميونخ ودفعه لاتخاذ قرار بالطرد اللاعب من ألمانيا أو إيقافه وتغريمه ما دفع المسؤول نادي بافاري إلى إصدار بيان يعلن عن خلال استدعاء اللاعب المنتخب الألماني إلى محادثات بعد عودته من المغرب ويذكر أن مزراوي لم يشارك في مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الليبيري مساء الأحد بأكادير في مباراة مؤجلة بالجولة الختامية من تصفيات مؤهلة مساء الثلاثاء يعني تصفيات مؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقرر مطلع السنة المقبلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة كوت ديفوار الإعدادية السبت الماضي ما قد يغيبه عن مباراة ميت المقبلة لحساب الدوري الألماني شتوما كما يفوتوا بعضهم بعض ما يفوتوش بعضهم بعض يعني هما ما فاتوش بعضهم بعض بس تخدم مع صاحبي شو بير هدرنا على عطال هدرنا عليه قبل هدروس قبل هدروس عطال تنازل على حقوقه نازل على حقوق حقوق ما يتنازلش صحيح خرجت كل ما خرجت لا للرجوع ومو لا للرجوع هذه هي خرجت هذه خرجت صايك أودي صار شوبير صلاح دير فيديو وبالماضي عطاه بالماضي شكون هذا حافظ دراجي قصفه هاو ساعة أخرى طالب زياقة لوكوكا ما علقت لوكوكا قاعد تاكل قاعد خلك ساعة كوكا قاعد تاكل خله ما هدرش يعرفوا يمثلوا صالح يعرف يمثل دير الدمعة يبكي بالك بالك هاو عبد الله جاي عطاه فايق هابيل قلت يا ساكت قول تلقيت قول
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا واللي مشي ابوني معنا وربي يحفظكم ويحفظنا معاكم صحيتو خاوتي.